هاي، انا فوفة من قناة دلوعة في مطبخي. النهاردة جاية لكم بقى بوصفة فظيعة جدا، جلاش. كلنا بنعرف نعمل الجلاش، بس جاية لكم بحشوة مختلفة، حشوة جديدة هتغير طعم الجلاش، هتخليه كريز زي العسل. شايفين الطبقة مورقة ازاي؟ هقول لكم برضو ازاي بتورق كده وبتبقى جميلة جدا. شوفوا الجبن، ميكس جبن رهيب بثلاث انواع حشو باذن الله. بس ان شاء الله هنغير طعم الجلاش وهنخليه فوق الوصف، طعمه جميل، ريحته فظيعة، يشرفك مع اي ضيف هيجيلك تعمليها. بتبقى سهلة، مش بتاخد اي وقت، وهتبقى مختلفة، هتكوني مميزة فيها. الوصفة دي جديدة من قناة دلوعة في مطبخي، ما فيش اي قناة عملتها قبل كده. ان شاء الله هتدعولي عليها، بس في كذا خطوة كده بإذن الله هقول لكم عليها علشان تطلع الوصفة جميلة وطعمها جنان. مش قادرة اقول لكم، فظيعة جدا. بصوا عاملة ازاي، يعني فظيعة جدا جدا جدا، مش قادرة اقول لكم على جمالها. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه والوصفة هتبقى عاملة ازاي. بإذن الله خطيرة جدا. يلا نبدأ. بسم الله. الجبن رهيبة فيها، مش قادرة اقول لكم على جمالها. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل صلاة وسلام. النهاردة يا حبيبي انا جاية لكم بوصفة جديدة، جلاش، بس هنعمل ليه حشوة جديدة جدا مختلفة، هتغير طعم الجلاش تماما. انا هعمل الجلاش بإذن الله بلفتين جلاش، لان اللفة بتبقى صغيرة، بتبقى سمكها صغير. تمام، دول لفتين جلاش. دي جبنة شيدر مبشورة، جبنة موتزاريلا، بسطرمة. دي بقى البسطرمة هو الحشو الجديد ده. تمام، بس لازم هقول لكم على حاجتين لازم تعملوها علشان يبقى طعمها جميل جدا في الجلاش. اول حاجة تشيلوا منها التوابل اللي حوالين البسطرمة كلها. تمام، علشان بتبقى التوابل دي بتبقى حادقة. تاني حاجة لازم وانتي بتشتريها من السوبر ماركت تأكدي ان هي مش مخزونة عنده بقالها فترة، علشان ما تبقاش طعمها حادق تغير طعم الوصفة. دول اهم تكتين لازم تعمليهم في الموضوع كله. نيجي بقى للجلاش. طبعا كلنا عارفين ان الجلاش نجيب الصينية، نحط السمنة، طبقة سمنة يعني مش كتيرة ولا قليلة، تكون مظبوطة كده في الاول، وبعد كده نحط الجلاش. في ناس بتعمل الجلاش بكل طبقتين ثلاثة بيحطوا ايه، طبقة سمنة. لا، عشان يكون الجلاش مورق وجميل وكل طبقة بطبقتها وتحس ان هو هش كده من جوه، لازم مع كل لف طبقة جلاش تحطي طبقة سمنة بسيطة زي ما انت شايفة في الفيديو. تحطي طبقة جلاش عليها سمنة بسيطة جدا جدا، بس تكون لازم الخطوة دي تكون ما تعمليها. ليه؟ علشان الجلاش يبقى مورق وجميل. حتى لو الجلاشة كبيرة تتني وتروحي حاطة برضو ايه، طبقة سمنة بسيطة على ايه، على بقية الجلاش. اللفة الاولانية بتبقى هي في الصينية من تحت، وبعد كده بنروح حاطين الحشو، وبعد كده نحط اللفة التانية. دي كده اخر طبقة في اللفة الاولى، بزودها حبتين سمنة علشان السمنة طبقة الحشو تكون متشبعة بالسمنة وتكون طرية، ما تكونش ناشفة. امشوا معايا خطوة بخطوة في قناة دلوعة في مطبخي، هتعرفوا كل جديد بإذن الله.
ادي البسطرمة يا حبايبي. البسطرمة انا شلت منها التوابل زي ما انتوا شايفين، التوابل دي بتكون حادقة جدا، بيكونوا مزودينها جامد على اساس ان ايه اللحمة اللي جوه التوابل تستوي ما تبصش. ترصي بقى البسطرمة زي ما انت شايفة كده، تحاولي ترصيها كويس، ممكن ترصيها رص عشوائي، بس الرص العشوائي هياخد كمية اكتر من انك ترصيها كده. زي ما انت شايفة انا رصيت البسطرمة، هعمل بقى طبقة جبنة الشيدر المبشورة. الجبنة الشيدر بتبقى ملحها مظبوط، ما بيبقاش ليها ملح كتير، فبتبقى تحفة جدا في اي وصفة، بندخلها في اي وصفة يعني، واي طريقة بتبقى حلوة قوي، وبتخلي طعم الحاجة جميل جدا. انا دلوقتي ايه حطيت طبقة الجبنة الشيدر، الشيدر دي بتبقى فظيعة. نحط عليها بقى ايه طبقة الجبنة الموتزاريلا. طبقة الجبنة الموتزاريلا يا بنات دي أساسية في الوصفة زي البسطرمة بالظبط. ميكس الموتزاريلا مع الشيدر بيبقى رهيب جدا. ممكن تحطي أي أنواع جبن تاني، بس تخلي بالك من خطوة الملح، تكون الحاجة مش مملحة قوي علشان نسبة الملح تكون مظبوطة في الوصفة دي، وتاخدي الطعم المظبوط الجميل اللي يدوب في البق دوب. انا دلوقتي خلصت طبقات الحشو، هعمل ايه، هروح فاتحه لفه الجلاش التانية وهروح حاطه ايه الجلاش من فوقيها. اول طبقه زي ما انتوا شايفين كده هزود برضو فيها السمنه بسيط مش كتير. وبصوا الخطوه المهمه، وانتي بتحطي السمنه لازم تضغطي في حروف الصينيه علشان الجلاش يندمج، الجلاش الطبقه اللي فوق تندمج مع الطبقه اللي تحت علشان الجبن ما تسحش من الجوانب. انا بقول لكم الخطوه بالظبط وبالتفصيل الممل زي ما بيقولوا علشان تعرفي تعملي الوصفه بالظبط، ما يكونش فيها حاجة مختلفة، ما يكونش فيها حاجة غلط، علشان ما تقوليش في الاخر دي عاملة الوصفة في حاجة ناقصة في حاجة زايدة. انا قايله لكم كل وصفاتها وكل اسرارها تمام علشان تعمليها مظبوطة باذن الله، وهتدعيلي عليها ان شاء الله. الحشوة دي مختلفة وجميلة جدا، دي اخر طبقة في اللفة التانية. تقطعيها بقى زي ما انت عايزة، سامبوكسات، مربع، مستطيل، زي ما انتوا عايزين تمام. الجلاش الوصفة دي بتبقى عايزة القطع بتبقى عريضة شوية. لو جالك اي ضيف ممكن تعمليها في ثواني، بتبقى جميلة قوي وتحفة قوي، حاجة تشرف بجد. لايك وشير يا بنات وسبسكرايب، تفعل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. حبايبي لو في اي استفسار انا تحت امركم، اي سؤال انا تحت امركم، سيبولي اي سؤال في كومنت وانا تحت امركم باذن الله هجاوبكم عليه وهرد لكم عليه على طول. اي قطعه بقى ما فيهاش سمنه، انا لما تنيت اخر قطعه في الجلاش ما حطيتش ليها السمنه عشان اعرف اقطعه واتملك منه تمام. دلوقتي هنعمل الخطوه المهمه اللي كلنا طبعا عارفينها، البنوتات اللي لسه جديده في المطبخ ممكن يكونوا مش عارفينها، دي بيضه تحطي عليها حبه ماء، حبه فلفل اسود، متحطيش فيها ملح خالص عشان البسطرمه بتبقى متشبعه بالملح. تقلبي الاول البيضه مع الفلفل الاسود كويس عشان يندمجوا مع بعض. وبعد كده تروحي حاطه عليها كوبايه حليب كامله، كوبايه كامله، وهنغطي بالخليط ده كل الجلاش من فوق علشان يتشرب الجلاش من اوله لاخره بالخليط ده، يبقى طري من جوه وفي نفس الوقت هش وجميل وناشف من بره، ومدي طعم لون رهيب جدا وطعم جميل جدا. اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده بيكون من الخلطة دي، البيض بالحليب.
لازم تدمجوا الخلطة دي مع الجلاش كله، تحاولوا ما تخلوش قطعة او حتة صغيرة حتى في ما فيهاش الخلطة دي. تمام، انا دلوقتي خلاص عملته كله، دخلته الفرن، طلع من الفرن اهو جميل جدا، تحفة، لونه ذهبي، ريحته كانت فظيعة، قلبت ريحة الدنيا، مش قادرة اقول لكم، جميل جدا جدا جدا. شايفين الجبن عاملة ازاي؟ جميلة جدا، اندمجت مع الجلاش، شايفين طبقات المورقة اللي فيه، حاجة كده ملوكي من الاخر، وصفة فظيعة، حصري على قناة دلوعة في مطبخي وبس. جربوها يا بنات، جربوها يا شباب، جربوها كلكم، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. الوصفة دي جديدة، الوصفة دي فظيعة، يعني الكبار والأطفال هيحبوها جدا، لأن البسطرمة كل الناس بتحبها، يعني حاجة كده فظيعة، شكلها تحفة، هتشرفك مع أي ضيف. ما تنسوش بقى يا حبايبي اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله، وأنا تحت أمركم في أي سؤال وأي استفسار. ان شاء الله اللي جاي احلى واحلى واحلى، وانتظروني في فيديو جديد مع وصفة جديدة في قناة دلعة في مطبخي. باي باي.